ومن الفضائل الواردة لقراءة آية الكرسي أن الشيطان يخرج من البيت الذي تقرأ فيه. روى الترمذي والحاكم وصححه واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن، لا تقرأ في بيت وفيه شيطان إلا خرج منه آية الكرسي. ومن فضائل قراءة آية الكرسي أن من قرأها فإن الشيطان لا يقربه ولا يقرب ماله ولا بيته، وأن الله عز وجل يحفظه من الشر، ولذا فيستحب قراءتها عند النوم وعندما يصبح ويمسي. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل أنه قيل له: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان، يعني الذي قال له هذا الأمر. وقد بالغ الصحابة في التأكيد على قراءة هذه الآية قبل النوم لما علموه من فضل قراءتها حينئذ. روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن علي رضي الله عنه قال: ما أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي، ولذا فيستحب قراءتها كذلك حينما يصبح المسلم وحينما يمسي من كل يوم، كما جاء في رواية عند الدارمي من حديث أبي هريرة: جعلنا الله عز وجل من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.